السلام عليكم، مساء الخير. احنا الليلة في لايف جديد في العاصمة المالديفية كوالالمبور. هنشوف مع بعض المكان ده، سنترال ماركت، من المعالم القديمة في البلد دي. هي من سنة 1888 زي ما شايفين هناك. قبل ما ندخل المكان ده خليني اتكلم شوية عن حاجة مهمة، انه ده كلها تابعة لمشروع عملوه الحكومة الماليزية اسمه ريفر اوف لايف. شفنا فيه حتات كثيرة قبل كده مع بعض في اللايفات، اللي هي الحتة بتاعت مسجد جميك ومسجد انديا، ساحة الحرية محرفعوا العلم، مبنى البوسطة القديم، مبنى مش البوسطة، مبنى القطر القديم، مبنى الخدمات، المحكمة العليا القديمة، كلها كانت من القرن 17. وفي حاجات من القرن 18 كانت في حاجة في 1909. في 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 كنيسة بتاعت سانت ميري كاتدرال، تفاصيل كثيرة. الحتة دي برضو قديمة، لكن للأسف ما هنقدر نخشها لأن هي مقفولة بسبب الكوفيد 19، لأنه لسه الحكومة شغالة خلت الـ MCO وبدت في الـ RMO اللي هو Restricted Movement Order، بدته من 2005 وحيكون مصمم لحد يوم 9/6 اليوم اللي هيفتحوا فيه البلد يعني. فالحد الإشعار داك هيكون المكان ده مقفول يعني. فيه الحاجات دي، بس خلينا نعين له من بعيد كده لأنه ما هنقدر نخش المكان ده. اللي هو اللي هو مكتوب اسمه هنا كاستوري، كاستوري ووك. نخلي كاستوري ووك وندخل على المكان الجميل ده القديم المعتق، المكان المخضرم من 1888. اذا ممكن احنا نصور جوا اذا مسموح لنا يعني، وناخذ فيديو يعني، لا يعني وصف في اللايف ده. اذا طلع الكلام ما مسموح انا هستاذنهم في من البدايه. اذا اتس اوكي نكمل، اذا لا انا يكون لنا اجر المحاوله، انه خلاص عرفنا انه المكان ده من سنه 1888 وهو من الحتات القديمه جدا في 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 كوالالمبور. طبعا زي المجسم ده ممكن الناس تاخذ فيه صور يعني، تاخذ فيه سيلفي او تاخذ صوره يزول يصورك يعني، تتذكر بقى الحته دي اللي عاملين فيها تشيك ان دي. هنا خلينا نمشي ندخل في المكان مع بعض. في اجراءات لازم نمر بيها طبعا، شايفين السانتايزر ده هيقيسوا لي الحراره وهياخد ياخد جسمي وتفاصيل زي دي. هنزل الجنب سلامة هي راي دي حقدر يقدر فطر زي هسي. اوكي حسيت اني ممكن اصور وعملت فوز زي دي، وانا ما حافظ الرقم الماليزي. فنختبر اللايف حيقف هنا ونكمل ثاني ان شاء الله. حكمل اللايف بعد شويه كده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونشوف بعد شويه بعد ما اخش واعمل الاجراءات بتاعت فحص الكورونا واكتب اسمي وسانتايزر كده. بعدك بشوف زلا اوف لاين اذا ممكن اصور ولا لا. لقى ثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.